الله دخين. ايه هو البوبي اهو كان بيعمل ايه عندي هنا؟ ايه ده؟ في مشكلة في الهارد يا جماعة حصلت، لازم اعمل سكان. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ النهارده باخد بريك شويه راحه ما بين الالعاب، عشان كانت العاب يعني جامده شويه وكلها زومبيز ورعب والحاجات دي كلها، فانا قلت اريح وارجع بقى للكمبيوتر بتاعي عشان ايه، اشوف بقى الكمبيوتر محتاج ايه. طبعا محتاج ابجريد، محتاج بتاع ده وش كده انضف فيه كده والكلام ده كله. فبنشوف اهو، انا هشغل الكمبيوتر بتاعي دلوقتي. تمام اهو، لسه هو بيبوت. عندي انا 6 ميجا رام الحمد لله، والهارد ديسك بتاعي 60 ميجا، وده الاوبريتنج سيستم نظام التشغيل بتاعه. اهو زي ما انتم شايفين اهو جميل خالص. هنبتدي بقى حاجه جديده. ميزه الكمبيوتر ده ان انا لو عايز اعمل ابجريد لحاجه معينه، العب جيمات والمكسب فيها تمام، اصرف البوينت دي بقى على ايه، على الهاردوير اللي انا عايزه بدل ما اصرف فلوس. تمام، فهو بيحمل اهو 5% 10% اهو جميل. تمام اهو انا كده بجمع ايه اللي هي اللودنج، الحته الصفرة دي بتجمع اسرع. انا دلوقتي بيعمل لودنج سكرين اهو، فبدل ما يبقى البار كده موجود كده ويعمل لود، لا انا اتفاعل معايا، انا امسك انا البار وايه والم بقى انا البوينتس اللي هي البرسنتج دي، الحاجات النسب المئويه دي. تمام هو بيحمل اهو بسرعه الحمد لله. تمام اهو شغالين كمان اهو، حلو قوي. وتحس بس الصوره عندي بس بعافيه شويه عشان لسه انا بعمل ايه ابجريد للكمبيوتر بتاعي. حلو قوي 100%، انا خلصت كده تحميل كده 100%، وفي مساحه عندي في الهارد ديسك يعني ما شاء الله. تمام يعني اقدر يعني اكمل عادي يعني اهو. في البوينتس دي بقى هصرف بقى فيها ايه، هعمل ابجريد. هنشوف اهو دلوقتي مع بعض. هعمل ابجريد لكارت الشاشه بتاعتي، بدل من فيجا لسوبر فيجا، يبقى عندي كارت الشاشه يا عيني يعني حدش واحد بيحلم بيها. دلوقتي اهو حطيتها بدل 16 كلر هخليها 256 كلر بقى عندي. تمام اهو نشوف، هنخش كده على والهارد ديسك هعمل له ابجريد، هيبقى 80 ميجا بدل 60 عشان برضو ايه عايز اطور. نشوف بقى اهو الكنترول بقى عندي، الديفايس ليست عندي بقى عندي كارت فيجا 1 ميجا اهي. تمام ده الديفايس مانجر يعني، فاضل شويه ابجريدات وعندي فلوبي وعندي حاجات كده. وهعمل ابجريد متطلبات التشغيل، اللي عايز انزل البرنامج اللي هو بلس اللي بينزل على ويندوز 95 اهو، بس عايز 8 ميجا رام علشان ايه، وهارد ديسك مساحه، وعايز جهاز اقوى. تمام علشان ايه يقدر ايه يشتغل. ودي الاوبريتنج سيستم نظم التشغيل اللي انا ايه هسطبها بعد كده ان شاء الله لما اعمل ايه ابجريد. تمام فاحنا ايه ماشيين اهو مع بعض واحده واحده، بدل ما انزل اشتري من محلات الكمبيوتر هختار لي اهو وول بيبر اهو، كل وول بيبر ما شاء الله يوجع البطن اهو زي ما احنا شايفين. فبدل ما انزل كده واشتري واصرف فلوس وبتاع، لا ده انا العب العاب، وهي دي الالعاب دي اللي هتتحول ايه، واعمل ابجريد للكمبيوتر بتاعك اللي انت عايزه. خلاص نخش بقى على ليفل 2 وامسك بقى اللودنج ايه بار بتاعي. تمام ويلا بينا. بيحمل بسرعه اهو طبعا. عامل لا بلاش الاحمر، لا ايوه كده، ازرق اصفر الحاجات دي حلوه. الاحمر بيروح مرجع لي اللودنج ايه ورا تاني. تمام ماشيين حلو احنا كده، حلو 45%، جميل جميل اهو يعني قربنا نخلص يعني. حبك الدبوس الاوفيس يطلع لي دلوقتي ماشي اوكي. ايه في كهرباء بايظه في الجهاز، كهرباء بايظه في الجهاز، اطفيها بسرعه. لا بلاش دي ايوه كده، خد دي صح كده، لم ده قشطه 80%. لا بلاش دي اوعى، هو كله من البلاش عمال ينزل. اي ازرق جميل، ايوه عايزين نحمل بقى. حلو ايوه يلا حلو، خلصنا قشطه كده قشطه. لا حلو بجد. تمام و هنشوف على الله نعمل ابجريد للكمبيوتر بتاعنا. احنا دلوقتي الكمبيوتر بتاعي 386 يعني حاجه جامده شويه.
ياه فاضل حبة اهو داخل، لسه ما جبتش ال 80 ميجا بايت بتاع الهارد ديسك، لسه انا ماشي بال 60 عادي، كل شوية بيأنبني انت عايز لسه نشوف. ايه الوول بيبر الجميلة دي، مفيش فرق طبعا بس حلوة. تمام نخش بقى ليفل 3. تمام يلا يلا نعمل لودينج. ايه الحلاوة دي، يا ريت الحياة كده تبقى سهلة كده. ايه ده، في لغم تحت، في لغم تحت لازم ألحق. ايوه كده يلا 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 يا لم لم لم. لا لازم اجيب الشرطة على الحتة الفاضية عشان يحمل لي، ما نزلهاش. اللون ده زي قلته يعني ما بيحملش، بيحمل زي بلاش ده. شفته ورجع، رجع لورا، ده برضو زي قلته بس انا اخده. لا 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 ايوه. الحلو بقى ان انا ايه برضو الاسعار، الكمبيوترات بقت غالية قوي، فنزلوا البرنامج الرهيب ده ان انت تلعب العاب وتعمل ابجريد للجهاز، يا بلاش. يلا خد ده كمان قشطة كده. يلا يا دي الكهرباء، معلش هو الجهاز بعافية شوية بس ألحق بسرعة. لم لا بلاش الأحمر، بلاش الأحمر، مش وقته، مش وقته يقول لي I love you وبتاع. ماشي يا عم ضيعت لي، ما أخدتش حاجات أنا أهو. حلو هاي، لا ده زي قلته بس برضه زي قلته مش ما يدورش يعني 0% لودنج يعني. حلو 95 وخلصنا قشطة كده. يا مسهل يا مسهل، نخش على الابجريد بقى اللي جاي كده ونشوف ايه الاخبار. حلو حلو ماشي يلا نكست. يلا ايه بقى، جبت الهارد ديسك الجديد ولا ايه؟ ايه ولسه فاضل حبة وبقى 80 ميجا يا جماعة، 80 ميجا، انتوا عارفين يعني المساحة هتبقى ايه يعني. يلا بينا على الوول بيبر الجديد، يا ساتر يا رب. تحس كده انا في الحميات. ماشي يلا ليفل 4 حلو قوي جميل، حلو قوي. افتكر الحاجات اللي بتنزل بقت اسرع، بلاش ده بلاش ده، الحاجات اللي بتنزل بقت اسرع دلوقتي. ويجي يطلع لي دبوس الاوفيس دلوقتي يجي يقول لي مش عارف في لغم دلوقتي. يا مسهل يلا كمان. يعني يقول لو ينفع ايوه الاثنين صح كده. حصلت مشكله دلوقتي في الهارد ديسك ان انا لازم اعمل ديفراج. ديفراج احنا زي ما عارفينه ان هو بيرتب البيانات والداتا تمام الموجوده علشان الوصول للداتا تبقى اسرع، تبقى الداتا بتاعتي مترتبه. فانا بعمل ديفراج اهو دلوقتي تمام، فالحق بس ادوس على الحته الخضراء ما لحقتش. تمام فادوس اهو تاني اهو كده، الحق ادوس تاني كده اهو، بيعمل ديفراج اهو شغال كويس، بيرتب الداتا بتاعتي علشان بعد كده ما اجي احمل اي حاجه مهوله تبقى التحميل يبقى سريع، يعني ما اعطلش نفسي وما اعطلكمش يعني في الايه. تمام بس يلا نكمل بقى، يلا نكمل لودنج. احنا نسيب بلاش الاحمر، نلم الازرق. حلو قوي حلو قوي، يلا دي بقى تخلصنا بقى ده يعني. بس حلو فاضل اهي، خلصنا وعملنا اللودنج جميل، عملنا اللودنج جميل كده بقى معانا بوينتس حلوة. ننزل بقى على اقرب قطعة هاردوير ونغيرها ونشوف ايه الكلام ده كده. ده انا اشتري الهارد 80 ميجا وانا مرتاح، بس كده اسطب عليه اللي انا عايزه، بقى عندي هارد 80 ميجا يا جماعة. حلو لسه بقى الفلوس اللي جايه البوينتس عشان هشتري كارت صوت عشان انا ماشي بالسماعه اللي في جوه الديسك توب اهو. بقى عندي هارد ديسك جديد، الفلوبي موجود زي ما هو، وعندي كارت مونيتور تحت 13 بوصه عشان ما حدش ايه يحسدني، ودي كارت الفيجا 1 ميجا تمام. اهي المونيتور اهي 13 بوصه، هي حاجه فخمه طبعا. تمام ونكمل، انا هانت اهي هانت، جبت لك الهارد اهو، جبت لك الهارد. فاضل رامات وفاضل نوع البروسيسور وكده ايه اقدر ابجريد الاوبريتنج سيستم. وول بيبر اهو، يا الماوس ابو بيلي اهو تمام، يعني حاجات هاردوير جامد. نبتدي بقى نخش على لعبة بقى اهي اللي هي بروجستاين 3 دي. تمام هي نفس تقليد اللي هي وولفنشتاين بس ايه بنفس المنظر ده، ان انا ايه هلم بقى اللودنج بار تمام بس بطريقة بقى 3 دي شوية. تمام
واضرب الدبابيس الاوفيس. دبابيس الاوفيس ده اول ما ظهر كان في اوفيس 97 لو حد متذكر، طبعا محدش متذكر بس تمام اهو. يلا لم لم لم، ما لمش البويزن ده عشان ما يموتليش البار بتاع التحميل. ايوه، ولازم انشن في الحته الفاضيه. اضرب الماينس، اضرب اللغم، اضرب العود ده. يلا قربنا نحمل 35%. اضرب الدبابيس الشريره. دبابيس ايه؟ دبابيس الاوفيس الشريره. هات النصف، بلاش ده بلاش ده بلاش ده. هو انا عاد بيقلل لي. ماشي هات ده، اضرب. اللي اتخنق يا جماعه ممكن يمشي، انا قاعد شويه بس هكمل. انتوا بس ممكن انتوا تمشوا وانا ايه، اصل انا برضه اتخنقت بس انا قاعد مكمل شويه، قاعد مكمل شويه لحد ما بس اطور جهازي عشان في العاب كتيره جايه محتاجه جهاز جامد، فانا قلت ايه اعمل ابجريد بدل ما ابقى 6 ميجا ابقى 8 ميجا رام. تمام، واهو انا محمل. احنا دلوقتي 65%. اوعى اللغم، خد دي بقى، خد دي. ايوه تاني وهانت 70%، 70%. موت الدبابيس. الله، اضرب اضرب ده. حكي 70% هان. لا مش عارف اجيبها دي، هخبط في اللغم كده. ايوه هات دي، شكرا. بس كده جنب، خش قشطه قشطه. يلا داخلين. ايه هو البوبي اهو مش عارف بيعمل ايه عندي هنا. ايه ده، في مشكله في الهارد يا جماعه حصلت، لازم اعمل سكان. انا هعمل بس سكان للهارد ديسك عندي عشان في مشكله، مش وقت وتغيير هارد ديسكات دلوقتي. الداتا المشاكل ما اتصلحتش للاسف، الكمبيوتر باظ. تمام كده الكمبيوتر باظ كده، نشوف كده الكمبيوتر باظ كده. فانا ايه ممكن ايه اعمل ريستارت كده ولا ايه؟ اعمل ريستارت، ممكن يكون لي مشكلة. اعمل ريستارت يا عم، حبك حبك يعني. 6 ميجا رام والهارد 80. السيستم بيقوم بسرعة اوي عكس زمان خالص. لا مش اوي زي ما هو. انا هعمل له شوت داون، بس كده يا اختي. ده كمان الكيسة مش اي تي اكس كمان. يلا لو عجبكم اللي انا عملته ده يا جماعه ما تنسوش تشتركوا في القناه. تمام، وزر اللايك وزر الجرس. تمام، علشان احنا كده عملنا كده ريفرش عشان هنبتدي بقى ايه الجد في الالعاب الجايه بعد كده. وسلام.